السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامجنا وبرنامجكم نكهة خاصة بنرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج نكهة خاصة. النهاردة اليوم المميز يوم السبت إن شاء الله، وبيبقى معانا برضو طبعا ضيوف مهمين جدا بنحاول دايما نشارككم بيهم أعمالهم، وهيكون معانا النهاردة إن شاء الله ضيفة عزيزة علينا. بس خلونا قبل ما نستقبل الضيفة يكون معانا الدكتورة نفيسة أخصائية التغذية. مرحب بك يا دكتورة. مرحب بك شيف محمد، ومساء الخير على كل مشاهدينا. إن شاء الله زي ما قلت شيف محمد لنا حلقة مميزة جدا، ومعانا برضو ضيف مميز جدا. نتمنى إنكم تكونوا متابعيننا، وبرضو ما تنسوا إنكم تتواصلوا معنا آخر حلقة بالأرقام تظهر لكم أسفل الشاشة مع أطباق جديدة وأطباق متنوعة. معنا شنو اللي ليشي النهاردة إن شاء الله دكتورة؟ هنعمل اللحم البقري على الطريقة الروسية، وهنعمل سلطة روسية كمان، وعندنا عصير البرتقال مع الجزر، وعندنا كمان الضيفة إن شاء الله هتعمل معنا صينية كيك الكراميل، وهنعمل إزاي رز بالدجاج في الفرن، وهنعمل سلطة بيضة عادية بالبطاطس إن شاء الله هتكون بشكلها جميل جدا معانا. دي إن شاء الله الأطباق هتكون النهاردة. هنشوف مع بعض مكونات أول طبق اللحم البقري على الطريقة الروسية، نشوف مع بعض المكونات ونرجع نعملها مع بعض. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد ما شفنا مع بعض المكونات اللحمة البقري على الطريقة الروسية، اللي هي طبعا يا دكتورة بيف استراجانوف، من اللحوم أو الأطباق المشهورة جدا عالميا، بالذات الطبق الروسي ده اللي هو بيف استراجانوف. وطبعا يرجع مرجعيته دكتورة لشخص كبير في السن معروف هناك إنه عمل اللحمة ديت، فكان عازم مجموعة من أصحابه ما عنده في البيت، فاللحمة عجبتهم جدا الطريقة بتاعتها اللي هو قدمها لهم بيها، فسموها الطبق باسمه، كان اسمه استراجانوف. هو ده اسم شخص يا جماعة، ما اسم أكلة معينة، بس هي طبعا اتنقلت وتصنفت باسمه وبقت مشهورة جدا في أنحاء روسيا، عشان كده بقى طبق عالمي مشهور بيف استراجانوف، خدوا الاسم واللقب من الشخص اللي كان عامل الأكلة نفسها. تمام، احنا هنعملها بطريقة سهلة وجميلة جدا. احنا طبعا بنستعمل اللحم زي ما اتفقنا، نوع اللحم ايا كان نوع عنده، بس انت لو انت بتفضلي النوع كويس ممكن يكون الفليتو او اللحم البقري. واللحم البقري كمان لو خدت وش الفخده او السمانه من جوه اللي هي الداخلي بتاع الفخده نفسها بتطلع معاكي هشه كويسه، لان يعني دي من درجات اللحوم الهشه شويه بعد الفليتو على طول، وش الفخده وداخل الفخده كمان. تمام، هناخدها نقطعها شرايح كده بالشكل ده، بتقطع شرايح سميكه شويه يعني اتخن شويه يا دكتوره من الشاورما، بتكون حجمها عريضة شوية كده. وزي ما اتفقنا دايما قطعة اللحم تقطعيها عكس الأنسجة، يعني الأنسجة دايما بتجيب قطعة اللحم طولية تشوف الأنسجة ماشية بأي بشكل أنهي بالظبط، يمين أو شمال أو على طول، بعدين تروحي جايباها قطعها بالعرض، عشان اللحمة لما بتقطع معاكي والأنسجة كده بتستوي معاكي بطريقة سريعة. كل ما بتقطعي اللحمة بعكس الأنسجة بتستوي معاكي بسرعة، عملتيها مع طول اللحم بتاخد معاكي وقت اطول، وفي نفس الوقت بتفقد كميه الميه او الانسجه اللي موجوده جواها في الميه. طبعا دي عمليه احنا بنعملها، والعمليه الثانيه ان انت عشان تحافظي على اللحمه بنعمل مع بعض زيت سخن في الطاوه او الحله بتاعتك، بعد كده بتنزلي كده تخليها تسخن كويس جدا، بعد كده ننزل باللحم. اهم حاجه اللحم ننزلها في ميه في زيت سخن عشان نقفل المسام بتاعتها ونحافظ على نسبه الميه اللي موجوده جواها. دي طريقة حلوة جدا بتخليك اللحم لين ما بينشف منك، وفي نفس الوقت بيكون طعمه لذيذ جدا لانه بيبقى طبعا سوفت دكتورة، بيكون لين شوية ما بيكون ناشف. تمام، هنبتدي نعمل مع بعض كده، الزيت نخليه يسخن كويس جدا، هنكون مجهزين اللحمة زي ما اتفقنا كده، تقطعيها بطريقة حلوة عريضة شوية عكس الانسجة، مجهزين بصل مفروم، عندنا معلقة ثوم خفيفة،
هنعمل مع بعض معلقه بابريكا ملح وفلفل ونقلبهم ده كله على النار، ونكون مجهزين معانا فلفل الوان متقطع برضو باحجام كبيره زي قطعه اللحمه بالظبط. دايما لما تكوني بتعملي لا نوع من اللحوم او الدجاج حاولي تعملي معاها الخضروات دي بس يكون بنفس الحجم عشان تبقى متناسقه معاكي وفي نفس الوقت مزينه لك الطبق بتاعك. تمام. ده طبعا بيكون عنده كمان مشروم، يعني احنا اتفقنا بيكون معاها بصل مفروم، ثوم، البهارات، ومعانا فلفل الوان والمشروم، ومعانا كمان شويه دمجلاس صغيرين، او لو انت اللحمه بشكل كويس زي ما احنا هنشوفها دلوقتي هتطلع اللون البني، هتحتاجي بس شويه كريمه صغيرين او معلقه قشطه تفتحي بيها اللون. ما عندك خالص تحطي تحفير الدقيق مع اللحمه قبل ما تنزلي الميه بتاعتها وتسيبيها تستوي، هتطلع لك اللونين مع بعض. طبعا. يعني بيبقى اللون كريمي برده معاكي. تمام. كده الزيت خلاص زي ما احنا شايفين سخن جدا، هينزل بعد كده باللحمه. الصوت ده يا دكتوره هو ده اللي احنا عاوزين نوصل له مع اللحمه، ان احنا ننزل اللحمه في زيت سخن عشان تديك الصوت ده وتقفل المسام بسرعه معاك. تمام. شفت كيف فهمت لنا اللحمه اللي البقري او العجال هي من انواع اللحوم بتكون كميه الدهون بتاعتها قليله جدا وبتكون كده عكس تماما الاضان. في احنا دايما بنوصي بيها لكل الناس اللي بتعاني من مشاكل الكوليسترول، مشاكل الدهون المرتفعه عندهم في الدم، مشاكل ناس السكري وناس الضغط، كل الناس بيهم لازم تاخذ فيها تكون حريصه انها في الاكل بتاعها يكون اللحم العجالي احسن من يكون اللحم الضان، احسن من الضان. طيب يا دكتوره كده نقلبها زي ما شايفه اللون اللحمه على طول اتغير. طيب. كده قفلنا المسام بتاعته. وتقلبيها بسرعه عشان ما تنزلش معاك كميه الميه، مجرد ما قفلت المسام حتى الميه اللي هي بتستوي فيها بتبتدي تشربها تاني. تمام. تمام؟ اهم حاجه تنزليها بزيت سخن يا جماعه عشان تقفلي قطعه اللحمه ما تطلع منها نسبه الميه اللي فيها، وفي نفس الوقت تحسي بطعم مميز فيها. تمام. كده بالشكل ده هننزل معاها بالبصل على طول اول ما تحسي انها خلاص. كده ننزل بالبصل مفروم بالشكل ده، معاها معلقه ثوم خفيفه، نقلبها كده كويس، بعد كده نديها طبعا البهارات زي ما اتفقنا، نخلي الملح اخر حاجه تظبطي بيه الطعم عشان تساعدك في عمليه تسويه اللحوم. دايما اللحوم بتستوي بسرعه يا جماعه، تكوني حاطه الملح اخر حاجه ما تحطيه في الاول، وتعملي الطريقه ديت عشان تفلك المسام بسرعه وتستوي اللحمه معاكي. تمام. كده بالشكل ده، وهننزل مع بعض تاني البهارات، شويه بابريكا كده صغيرين عشان عاوزين اللون يغمق معاكي شويه، معلقه بابريكا، فلفل بالشكل ده كده عشان تطلع لك تساعدك في عمليه اللون كمان بتاع اللحمه انه يطلع معاكي غامق شويه. تمام. هننزل بشويه كزبره، ومعاها شويه شطه برده صغيرين كده، شويه قرفه، جنزبيل او حبهان. تمام. دي كمية البهارات اللي انت بتضيفيها على اللحمة، بعد كده بنقلبها كده كويس، تخليها بعد كده اللون مع الغليان يا دكتورة والتسوية هيبتدي يغمق شوية، زي ما اتفقنا انت عاوزاها تطلع لونها بني شوية، ممكن تضيفي معلقة صويا صوص وتفتحيها بشوية كريمة عشان تطلع اللون كريمي معاكي، أو ممكن تشتغلي بشوية دقيق، معلقة دقيق صغيرة تعفريها دلوقتي مع اللحمة وتديها شوية المية بتاعتها وتسيبها تستوي، بيطلع اللون كريمي لوحده، لأن اللون الدقيق طبعًا مع اللون الدارك بتاع اللحمة بيديك اللون كريمي فاتح شوية كده يا دكتور. تمام؟ كده بالشكل ده زي ما شايفين الصوص بدا يغمق اهو، ممكن بعد كده تشتغلي زي ما اتفقنا دقيق او كريمه مع صويا صوص بتديكي الدرجات بتاعت اللون اللي انت عاوزاه او الطعم والنكهه اللي انت عاوزاه. تمام. طبعا شفنا الاطباق اللي ممكن تكون جميله جدا حتى من ناحيه القيمه الغذائيه بتاعتها عاليه جدا من ناحيه البروتين، احنا مستخدمين اللحمه وبرده مع اللحمه خاطينا المشروم، والمشروم زي ما عارفين انه برده بيحتوي نسبه عاليه جدا من البروتين بالاضافه للحمه، بس البروتين عالي جدا ونسبه الدهون الموجوده فيها، خطينا ضفنا ليها عشان نستفيد من الفيتامينات، ضفنا ليها الخضروات سواء كان الفلفل بانواعه سواء اي نوع بتاع خضار حابين تضيفي له بيكون ضفنا لنا نسبه بتاعت فيتامينات. عايزين نخلي اللحمه عشان الناس اللي بتعاني من مشاكل الهضم ومن مشاكل الحرقان، الاكل ما يتهضم معانا، نقوم نكتر الكميه بتاعت الالياف لانه كل صنف بتاع لحوم عشان يتهضم بينا بصوره سريعه لازم ناخذ كميه عاليه جدا من الالياف بعد الوجبه، دي بتمثل لنا في شرف فينا اخذنا كميه بتاعت خضار عاليه جدا، ناخذ كميه عاليه جدا بتاعت مويه، الحاجه الثانيه ناخذ التفاح لانه بيحتوي على البكتين بيساعد لنا على هضم البروتين حق اللحوم بصوره سريعه.
يا دكتوره زي ما شايفين اللون اهو، لو لاحظنا لون الصوص كده لو قربنا مع بعض شفناه هنلاقي اللون بقى لون بني تمام. هو ده اللون اللي احنا عاوزينه. ممكن تديله بقى تعفيره الدقيق الصغيره وبعد كده نضيف مع بعض الخضروات. دايما بنحس اللحمه خلاص دخلت في مرحله التسويه بنضيف الخضروات عشان برضو تكون بقيمتها الغذائيه، ما تفقد قيمتها كلها وتنزل نسبه الميه اللي فيها. عاوزينها تكون بعد ما خلاص تحس ان اللحمه استوت تمام تنزلي الخضار تقلبيها زي 5 دقائق كده على النار. طبعا المشروم اساسا بيكون مستوي تمام جاهز كده بالشكل ده، هنضيفه برضو مع الخضروات عشان يبقى كل الحاجه في موجوده فريش. دايما بنستطيع يا جماعه بالذات الخضروات المعموله مع اللحوم نخليها فريش مع اللحمه طبعا. يعني ما نحطها من اول التسويه عشان بعد كده هتتهري ومش هيبقى ليها طعم ولا ليها فايده. دكتور البخار اللي احنا شايفينه طالع ده هي بتفقده في الميه نسبه الميه اللي فيها تمام. فعشان شايف دي في نفس الفكره بتاعت الطبيخ احنا بنعمله في البيت بتكون كل انواع الطبيخ احنا بنعمله بنكون ما مستفيدين نهائي من القيمه الغذائيه الموجوده فيه، لانه كل ما الطبيخ اتخطينا في النار مسافه كثيره لحد ما طبقنا بتكون فقدنا القيمه الغذائيه بتاعت نوع الخضار اللي احنا مستخدمينه. عشان كده كل ما نعمل الخضار انه يكون كميه بسيطه تكون اللحمه براها تتعامل لحد ما تستوي، حتى بعد ذاك نحط الخضار 10 دقائق 5 دقائق في الفتره الاخيره بنكون استفدنا انه من القيمه الغذائيه بتاعت الخضار وما فقدنا الكميه عالية بتاعت الالياف بتاعت المويه في كميه السمن بتاع الاستواء. طيب يا دكتوره كده خلاص يعتبر اللحمه استوت لان احنا طبعا مقطعينها عكس الانسجه وشريحه رفيعه زي الشاورما طبعا. فما بتاخد معاكي وقت. ممكن بعد كده نضيف عليها المشروم بالشكل ده. طبعا في شيف ناس بيخطوا اللحمه يعني ساعه، ممكن تكون ساعه اكثر من الساعه. لا كل ما بتقعد اللحمه دكتوره على فكره يعني الناس في بعض الفهم غلط في موضوع اللحوم بالذات. احنا دايما بنقول درجات التسويه بتكون في السمك اسرع، بعد كده التسويه في الدجاج، بعد كده اخر لا اخر حاجه بتاخد معاكي وقت هي اللحوم. احنا طبعا بنحاول دايما نقطع اللحوم قطع صغيره. الناس ما تفكر ان القطع لما تكون كبيره هي بتكون قيمتها الغذائيه اعلى، بالعكس انت كده بتفقدي منها نسبه الميه اللي في الانسجه جوه اعلى. فانت الافضل ان انت تعمليها قطع صغيره تستوي معاكي بسرعه، لمجرد انت ما نزلتيها اساسا خدت الصدمه بتاعه الحراره اللي احنا عملناها في الاول دي، خلاص يعتبر يا دكتوره يعتبر نص التسويه هي اتسوت. مجرد ما سيبناها شويه نزلت الصوص والبصل نزل قيمته والثوم والتطعيم ده كله اللي احنا حطيناه، البهارات نفسها لما انت بتحطيها بتنزل نسبه ميه وبتتبخر تاني بتشربها تاني اللحمه. فانت كل ما بتسيبيها على النار بتستوي اكتر كل ما بتفقد قيمه غذائيه اعلى تمام؟ تمام. عشان كده احنا دايما بقول لك لما تخش خلاص في مرحله التسويه نضيف معاها المشروم وبعد كده نضيف معاها الخضروات عشان تديها تعوض نسبه الميه اللي هي بتفقدها على طول. تمام. كده يا دكتوره نضيف شويه فلفل الوان او اي نكهه انت بتحبيها بالشكل ده، بتديكي تشكيله حلوه وفي نفس الوقت بتديكي شكل ورونق حلو للطبق اللي انت بتقدميه. يبقى انت دخلتي اللحمه مع الخضروات بشكل حلو. كل ما يكون كميه الوان كثيره بتشجعنا انه افراد الاسره انهم يتحفزوا انهم ياكلوا الطبق بتاعنا، خصوصا انه الاطفال ما بيحبوا لنا النوع بتاع الخضار. كل ما كنت لهم مع طبق محبب ليهم زواطين انه كان فراخ سمك لحمه ممكن يشجعهم انه هم ياكلوا الخضار. ان شاء الله دكتور كده خلاص انتهينا من الطبق دوت. كده نسيبها تستوي شويه صغيرين. ممكن دلوقتي نضيف لها كمان الملح بنسبه كويسه جدا ما تكتريها. تمام. طبعا الفلفل بيبقى فيه نسبه برده ملح وسكر يا دكتور. برده ما ننسى شايف انه اللحمه بتحتوي لنا برده على نسبه بتاعه املاح. بالنسبه هي للناس اللي بتعاني من مشاكل ضغط الدم نكون حريصين انه التطعيم بتاعنا يكون خفيف جدا لانه اللحمه بتحتوي على نسبه بتاعه املاح. طيب كده خلاص يا دكتوره الطبق بتاعنا انتهى بالشكل ده، وزي ما شايفينه مزين نفسه بنفسه يا دكتوره. طبق جميل جدا. مهم ان احنا ندخل مجموعه من الخضروات بالذات مع انواع اللحوم بالذات لاطفالنا او الناس الكبار. ما نحاولش دايما يا جماعه ناكل لحوم بس كده ساده عشان نستفاد اكتر بقيمه غذائيه عاليه. تمام تمام كده يا دكتوره خلصنا مع بعض اللحمه ونغطيها شويه صغيرين كده تستوي، نخلي الخضار يدبل شويه بعد كده خلاص الطبق بتاعنا يعتبر انتهى. بنضيف له بعد كده زي ما اتفقنا الصويا صوص مع شويه كريمه صغيرين، حبيتي تحطي شويه ميه صغيرين تساعدك شويه في عمليه السوا مفيش مشكله. تمام تمام. ممكن بعد كده يا دكتور نحط لها شويه صوصه صويا او كاتشب كده، ونخلي الكريمه دايما في اخر حاجه عشان ما تقطعش منك وتغير على النار. تمام. ونخلي كده الطبق بتاعنا خلاص انتهى. عندنا كمان يا دكتوره طبق السلطه الروسيه. خلونا نشوف مع بعض المكونات ونرجع مع بعض مره ثانيه.
ورجعنا مع حضراتكم مره ثانيه وهنعمل دلوقتي مع بعض السلطه الروسيه. طبعا اخترنا طبق روسي يا دكتوره، دايما بيكونوا مميزين برده ان هو بيقدموا معاه نوع من السلطات حلو جدا بيحبوه معاه، ودايما هما بيحبوا الحاجات المليانات اللي داخل فيها المايونيز، الخضروات المسلوقه، يعني قريب شويه من الجانب الاسيوي، دايما بيحبوا الحاجات المسلوقه بتكون فيها قيمه صحيه احسن. تمام، ما بندخل فيها مقليات كتير او زيوت كتير، احنا طبعا العرب بنحب الحاجات دي كتير، بنحب المقلية صراحه، لكن احنا بنحاول يا جماعه نثقف ثقافتنا بالحاجه اللي احنا بنحبها مع حاجه برضو صحيه احنا برضو ممكن نستفاد منها بقيمه اعلى. تمام، هنعمل بطاطس مسلوقه زي ما اتفقنا كده، بطاطس صغيره الحجم كده مربعات هنضيفها كده، وهنعمل كمان معاها جزر مسلوق بالشكل ده، ودايما بنعتمد برضه على عمليه الالوان يا دكتوره، ان دايما حتى السلطه بتاعتنا تكون سلطات مبهجه شويه، يعني بيكون فيها الوان كتيره عشان نستفاد ان احنا اللي بياكل يكون فاتح الشهيه في الالوان الكتيره اللي بيشوفها في السلطه. طبعا شوف برضه حتى الالوان، كل لون من الالوان بيدينا قيمه غذائيه مختلفه، فيتامين مختلف. احنا هنا حطينا بطاطس مسلوقه مكعبات، حطينا مع بعض جزر، هنحط كمان ذره حلوه كده بالشكل ده، وعندنا بسله برضو مسلوقه. كل الحاجات دي طبعا يا جماعه مسلوقه سلقه كويسه جدا، او برضو ما تكونش مهريه كتير عشان ما تتبوظ معاك السلطه. هخلي دايما الخضار يكون 3 ارباع سوا مع التبخير اللي بيتبقى في النهايه وتسيبيه يبرد او تبردي عليه، بيكون برضو في القطمه الصغيره دي. تمام، هنضيف البسله مع الذره والبطاطس بالشكل ده كده، معانا كمان بصل اخضر او بصل ابيض، تقطعيه كده مكعبات صغيره. كل الحاجات تحاولي تنسقي الوانها انها تكون لون واحد. تمام، هنضيف مع بعض شويه توم كده مفرومين ومايونيز، ما نكتر المايونيز، احنا بنحط حاجه بس يا دكتوره للتماسك بتاع الخضروات وفي نفس الوقت بيدينا طعم حلو. كده نديها شوية كاري صغيرين بيديها لون، وفي نفس الوقت بتديها نكهة حلوة جدا مع البصل، لما بتيجي تحطيها معاها الكاري بيكون نكهتها جميلة جدا. تمام كده، ونضيف معاها شوية ملح بالشكل ده، شوية شطة، وشوية جنزبيل صغيرين، فلفل اسود، ومعانا شويه عصير ليمون بالشكل ده، ونقلبها كده مع بعض. شوف بصراحه يعني بسيطه اول حاجه وسهله، وبعدين مكوناتها ممكن تكون كثيره لكن بنكون استفدنا من قيمه غذائيه اكثر. بالنسبه للقيمه الغذائيه من مكونات السلطه الروسيه، عندنا اول حاجه بتحتوينا على البطاطس، والبطاطس زي ما عارفين انه بيحتوينا نسبه عاليه جدا من الالياف، بتحتوي على نسبه عاليه جدا من البوتاسيوم والكالسيوم المفيدين لصحه القلب. الحقيقه الثانيه برضو زي ما عارفين برضو انه الكالسيوم مفيد لصحه العظام والاسنان، برضو بيحتوينا على الجزر اللي بيحتوي على فيتامين اي والبيتا كاروتين المفيدين لصحه الجلد وتجديد الخلايا، برضو مفيد لصحه الشعر. بيحتوي لنا برضو على الفاصوليا الخضراء، بتحتوي نسبه عاليه جدا من الالياف، فيتامين الف المفيد لصحه النظر، بتوصف لنا برضو لصحه تجديد الخلايا بتاعتنا حقه البشره وحقه الجلد. برضو بيحتوي على الذره برضو من الحاجات المفيده فيها ان الكالسيوم، فيتامين الف بصوره عاليه جدا تحتوي برضو على الالياف، يعني كل مكونات السلطه نسبه الالياف اللي فيها عاليه جدا مفيده جدا مع الطبق اللي احنا عاملينه الليله، لانه زي ما قلت لكم لازم تكون نسبه الالياف الموجوده لنا بعض احنا كاننا طبق بتاع اللحمه لازم تكون عاليه جدا عشان تساعدنا في عمليه الهضم. الحاجه الثانيه جدا ان هي بتساعد لنا عمليه الهضم، تكون الناس بيعانوا من الامساك بتكون مفيده لهم جدا، ممكن للناس اللي هي عندها السكر، للناس اللي عندها مشاكل الكوليسترول، ممكن اقول لكم نخلي المايونيز يكون بس كل الخضروات دي مع بعض من غير المايونيز بتكون لكم مفيده بس مع التطعيم. للناس اللي هي ما بتعاني من اي مرض مع كميه المايونيز ممكن نستخدمها، الناس اللي عندها مشاكل في المعده ممكن يكون الزبادي عشان يساعد لنا في عمليه الهضم، مع اللحمه بتكون لنا حاجه بارده بتكون ما عندهم مشاكل في المعده. تمام يا دكتور، هو فعلا ممكن نستعمل مكانها الزبادي مع التطعيم ده، برده ما بيظهر طعم المايونيز كتير لان انت البهارات بتبقى تطعمها اكتر من طعم المايونيز. احنا بس بنحط المايونيز ده يا جماعه او الزبادي لتماسك الخضار مع بعض عشان تبقى السلطه وانت بتشيليها تكون كويسه. تمام كده خلاص السلطه انتهت معانا، ممكن بعد كده زي ما اتفقنا تنزلي معاها خس، تحطي معاها البيض، طبعا هنعمل معاها تفاح، طبعا بينزل معاها
بيض مسلوق بتسلقيه سلقه كويسه جدا زي ما وريناكم. ما تحاوليش تقشري البيض سخن، خلي دايما يتبرد عليه كويس بالميه وقشريه تحت الميه تمام، عشان البيضه ما تطلع معاكي مكسره، تطلع شكلها سليم وتعرفي تستخدميها استخدام كويس. حتى في السندوتشات يا جماعه زي ما شرحنا الاسبوع اللي فات تكون برده معاكي، ما تكون سخنه، ما تحاولي تحطي البيض سخن بالذات المسلوق في السندوتش لانه بيغير طبعا ريحه وطعم صح. بعدين تمام تمام. ده كده البيض، وعندنا كمان عندنا خيار مخلل، عندنا بيض مسلوق، وعندنا تفاح. دي الاصناف اللي بتزين بيها السلطه، وفي ناس بتحب تحط التفاح كمان معاها في السلطه، لكن انا بفضل ان انت تحطيه بره لان طعم الحاجه المسكره مع الحاجات ديت ما مقبول شويه عندنا كشرقيين. تمام كده السلطه الروسيه، البيض، ومعانا التفاح بالشكل ده، هنستعملهم وهنزين مع بعض. لكن خلونا نستاذن حضراتكم نطلع مع بعض فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، انتظرونا. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه في برنامجنا وبرنامجكم نكهه خاصه، وزي ما متعودين دايما احنا بنحب نشارككم كتير في اعمال السيدات السودانيه وامهات. بتبقى طبعا الدكتوره بتبقى عامله حاجات كتيره في بيتها نفسها ان احنا نوصل لها ونعرف هي بتعمل في ايه. فمعانا موهوبه جميله جدا النهارده ما شاء الله، استاذه ريان ام ياسين صح؟ ام ياسين. ام ياسين ما شاء الله عليكي. احنا النهارده اخترناها طبعا معانا عشان هي مشاركه معانا باعمال كتير جدا، وما شاء الله بتعمل شغل كويس جدا بالذات لستات البيوت، انها تقدر توصل لهم الرساله ان مفيش حاجه صعبه يا جماعه، كل حاجه سهله بس تحب الحاجه اللي انت بتعمليها. فمعانا النهارده الاستاذه ريان هتعمل معانا اصناف جميله. نستقبل معانا الاستاذه ريان الاول. مرحبا بك يا استاذه ريان. يا شيف كيفك؟ مساء الخير عليك. الله يخليك. مساء الخير عليك ام ياسين، شرفتينا الليله في نكهه خاصه بجد. يعني من الناس اللي يعني السودانيين زي ما قال محمد، احنا دائما اي زول بيجرب الاطباق بتاعته في بيته برسيل لنا بيورينا المواهب بتاعته. احنا دائما بنقول انه دائما المرأة السودانية عندها مواهب يعني ما شاء الله يعني كثير شديد، ممكن يعني اكثر من الشيف محمد زاد يعني الشيف ابراهيم. لا لا في دي بالغت شويه. لا لا طبعا يعني انا مبسوطة على فكره. تقوم تقولي لا قولي اي قولي طوالي. والله المرأة السودانية معروفة بالشطارة في المطبخ ما شاء الله، ومعروفة في كل شيء. صح عندنا كتر خاصة صح؟ اكيد اكيد طبعا. تسلم. وانا والله سعيده ان انا معاكم عبر سودانيه 24، ولي الشرف ان انا اكون من ضمن الشيف محمد. ربنا يديك الصحه والعافيه. تحيه للمشاهدين وتحيه لك كمان يا دكتوره. تسلم يا رب. وتحيه للناس خلف الكواليس، ربنا يديهم الصحه والعافيه رب العالمين. تسلم يا رب. طبعا انت ما شاء الله عليكي، ان شاء الله هتكون النهارده نكهتنا الخاصه. النكهه الخاصه طبعا لما بتكون بسيده سودانيه بتكون افضل صح. لان طبعا بتشارك معانا بالمطبخ بالحاجات البسيطه اللي هي بتقدر تعملها، والرساله اللي بتقدر توصلها لاعزائنا المشاهدين مشاهدين نكهه خاصه طبعا، ان بيشوفوا ان كل حاجه بسيطه ممكن تتعمل بيها حاجه جميله جدا. فاحنا ما بنكترش يا جماعه المكونات، احنا عاوزين من نفس الحاجات اللي انتوا بتعملوها انتوا بتعملوها بس بطريقه احسن. زي ما الدكتوره قالت طبعا ان السيدات بتبقى ليها لمسه معينه في كل بيت صح. فانت طبعا لمستك النهارده هتبان معانا وهتكون نكهتنا الخاصه أكيد. وتوصل لاعزائنا المشاهدين بطريقه جميله وطريقه بسيطه كمان بنفس المكونات اللي انت موجوده عندك في البيت. احنا ما بنحاولش نخرج على الاطار يا دكتوره بتاع البيت صح. بنحاول دايما نوصل للرساله بالمطبخ السوداني، ما بنحاول بمكونات صعبه او حاجه سهله أو لا حاجة احنا بنحط كله سهل ان شاء الله مع بعض، وفي نفس الوقت تكلفته بسيطه أيوه. بس الفكره ان انت ازاي تقدري تبدعي وتوصلي الحاجه دي بطريقه حلوه لاولادك وضيوفك ولجوزك وكده صح؟ اقرب حاجه طبعا لمعده الراجل الاكل. تحيه من هنا بحيي زوجي والله ربنا يديه الصحه والعافيه رب العالمين. ربنا يحييك خاصه بيقدم له كل التحايا. الله يخليك. غيت استحملني كثير. جربت فيه كثير يعني سديد. ما شاء الله. طيب احنا النهارده قلنا نشارك معاكي شويه اطباق كده بسيطه مع اطباقك طبعا ان شاء الله هتدينا فيها لمستك الجميله. عملنا مع بعض لحمه على الطريقه الروسيه بيقولوا عليه بيف استراجانوف، وشرحنا ازاي بيتعمل بالظبط مع اللحمه والخضار والمشروم، وممكن تعملي معاه الصوص ازاي، تضيفي شويه دقيق صغيرين وتديله شويه ميه صغيرين، او تحطي شويه كريمه مع شويه صوص صوص بتديك اللون الغامق اللي احنا دايما بنحبه، بيكون اللون الصوص بيكون غامق شويه في اللحمه تمام. وعملنا مع بعض هنا السلطه الروسيه زي ما حضرتك شايفه، بتبقى مجموعه من الخضروات مسلوقه، بسله، جزر، بطاطس، وبنحط معاها شويه ذره حلوه عشان الالوان والطعم برده في نفس الوقت، معاها معلقتين مايونيز، بهارات، جنزبيل، قرفه، شويه فلفل صغيرين، ملح، عصير ليمون، ونقلب ده كله ميكس مع بعض مع شويه بصل اخضر او بصل ابيض اللي متوفر عندك في البيت، ونعملها ميكس كده بتطلع معاكي سلطه روسيه.
تمام. هنضيف معاها طبعا البيض المسلوق زي ما اتفقنا والتفاح حسب الرغبه، او ممكن تستعملي اي نوع فاكهه ثانيه، بس هو طبعا معروف بالتفاح والبيض. تمام تمام. ده كده اطباق النهارده، ولسه عندنا كمان عصير البرتقال بالجزر. وحضرتك هتشاركينا بايه النهارده بقى ان شاء الله معانا؟ طيب انا عامله سلطه بيضه بتاع المناسبات. تمام، عايزين نعرف مكوناته والطريقه بتاعتها. طيب اول حاجه المكونات من بطاطس مسلوق وجزر، حاجه بسيطه جدا جدا في متناول الايد. كويس. الطريقه بتاعتها تسلق الجزر والبطاطس مع بعض. كويس. في الحله تقومي تحمص لك معلقه دقيق وتضيفي لها شويه لبن عشان تبقى ثقيله. بعد ما تبرد جيتي كتحتي البطاطس مكعبات هي والجزر، جيتي ضفتي ليها لكاستين زبادي الصغار دي، او كاسه زبادي كبيره دي كفايه جدا جدا. تلخبطيهم مع بعض، جيتي ضفتي ليها شويه ملح، خل، ثوم. كده احلى، اسهل صراحه، سريعه كمان. سريعه يعني انا ما كلفتني غير 10 دقائق. تمام، مكوناته بسيطه، مكوناته بسيطه. تمام، سلطتني يا شيف جاهزه ما شاء الله. سلطه جميله جدا. احنا هنجيبها لحضرتك احسن تعمليها هنا قدام اعزائنا المشاهدين. ايوه، نخلص مع بعض طبق السلطه ده بس، نزينه كده مع بعض بالبيض. تمام. طب حد شيف محمد ما زي لنا يا ام ياسين، عايزين نعرفك انت من بدايه بداياتك كيف مع مطبخ علاقتك صراحه؟ طيب الصراحه انا والله قبل ما اتزوج ما كنت يعني مثلا عندي فكره عن المطبخ، يعني هالحاجات الخفيفة ناس المكرونة العدس الكشري الحاجات الخفيفة خفيفة. ومن هنا بحيي أمي الله يديها الصحة والعافية. تقول لي يا ريا من حيها من هنا لك خاصة. أيوة يا ريا، وأنا تعالي تعلمي كيف بيحمروا البصل. بقول لها لا لا يا ماما بكرة رجيب جيبها لي جاهزة. وحياتك يا غالية، أسعد حاليا بحش البصل وأبكي. طلع هو اللي مجربه فيه ودلوقتي ما بيجيب الحاجه جاهزه كمان. يعني دايما لازم نسمع وسيط الام. ايوه، لكن ساعات انا اولى زواج زي ما بقولوا مرت بخير وبشره، لكن سنه ثانيه زواج ما شاء الله اثبتت روحي، قدرت انها يعني ما تل للطبول، لكن شويه من فطاير من حلويات من الطبيخ الحمد لله قدرت اتعلم. طيب منو كان ساعدك في انك تتعلمي سيريفيا؟ طيب والله ساعدتني ماما ساميه نسبتي، ربنا يديها الصحة والعافية. مدالك الصحة والعافية. اللهم امين يا رب العالمين. قلبي بتقول لي يا ريان انت لو صحي كان عندك الرغبة جواك بتعملي الحاجة. طبعا. انا خطيت الكلام ده، وهي والله تعبت معي شديد. علمتني الكنافة، علمتني الكرم كراميل، يعني ما خلت لي حاجة. من هنا انا بحييها والله. احنا كمان بنحييها منك خاصة. الله يخليك. ولا كتر خيرك يعني صراحة. كتر خيرك والله، ما قصرتي وتعبتك معاي والله. اهم حاجه درستك من زوجك، هو كان اللي يقدر انه انت تتعلمي، يعني من الناس اللي كانوا صبورين دائما بدوق لكي حتى كان الاكل كان ما زبط. والله هو كان بدوق لي يعني مثلا بيقول لي ومرات بنظر لي ده ما تعملي كده، لا ده كده حاولي جربي كده كده حاولي ابتكري كده. الحمد لله. وبيعرف ولا؟ والله ما عنده فكره كده بالطبيخ، لكن شويه بس فاهم يعني. لا فاهم كده، انت لو حاولتي جربتي كده كيف انه مستحمل يا محمد صح؟ اي راجل طبعا يا دكتوره لازم يشارك المره بتاعته دايما. الام بتستحمل، هو لما بيواكب ويستحمل في البدايه الرساله دي بيقدر يوصلها لاولاده بعد ما بيكبروا شويه. يعني هي الام طبعا عليها ادوار كتيره جدا في البيت ومسؤوليات والمطبخ والبيت والترتيب والتنظيم واهتمام بالراجل والحاجات دي كلها. لما هو بيستحمل في البدايه معاها، لما بيجوا اولاده ما شاء الله ربنا يحفظهم بيبقى رساله كويسه جدا، ان هو بيوريهم ان انا قد ايه يعني كفحت مع والدتكم ووصلنا ليكم، ان انتوا وصلتوا معانا والوالده دي بتتعب قد ايه. ودي الرساله طبعا اللي بنوصلها دايما لاي اطفال، ان هم يوصلوا ان الام دي تعبها مهما احنا قدرناه مش هنقدر نوفيه طبعا. اكيد طبعا والله. فالحاجه دي طبعا مشاركه كبيره من الراجل معاها يعني. شفتي طوال ما للعنصر، انا بشجع والله العنصر الذكوري، بشجع انا احترت والله. لكن ما شاء الله يا شيف سلطه ابداع والله. طيب احنا هنا عملنا مع بعض شويه تفاح كده صغيرين، ممكن نديها شوية جزر كده في الأجناب. بتحاولي تخلي دايما شكل طبقك يكون مميز، أهم حاجة الديكور من نفس الخامات اللي أنت مستعملها. ما استعملتي جزر ممكن تاخدي جزراية تبشريها كده بشكل جميل، تعملي بيض مسلوق مثلا، وده طبعا بيشجع الأطفال إن هم ياكلوا طبق ميكس مع بعض، هم بيحبوا المايونيز، فأنا ما أخليهمش ياكلوا المايونيز لوحده، دايما أعمل لهم حاجة وأصناف معاها إن هم يقدروا ياكلوها، بالذات الخضروات التشكيلة اللي هم دايما الأطفال بتعذبنا في موضوع الأكل ده. تمام؟ نعمل معاها كده تشكيلة بتاع الجزر كده بالشكل ده.
نفسك كيف ياسين؟ معذب ماما ولا ما معذب ماما؟ لا ياسين أكله بصراحة. ما شاء الله. هو عمركم؟ سنتين وشهرين. ما شاء الله، ربنا يخلي لك يا رب. اللهم آمين. من هنا والله يبقيه. قال لك كيف؟ إن شاء الله. والله يا دكتورة أكله شوية كده تعبانة مثلا. بتنوعي لهم ياسين يعني من خلال حلقتنا هنا في مكة خاصة التنويع حق الأطفال، كيف تحببيهم في إنهم يحبوا الطبق؟ والله يا دكتورة أنا بحاول يعني مثلا إن أنا أنوع لهم في الأكل، يعني مثلا سلطات، خضار أكثر حاجة الآن مفيدة للأطفال، مكرونات، لكن هو بيميل أكثر حاجة للعصائر. أكثر حاجة بحب يعني مثلا المشروبات الطبيعية دي هو، لكن برضه متعبني مغلبني في الحليب، ما بشرب. ما بشرب الحليب. حتى الزبادي؟ الزبادي ممكن ياكل. الجبنه فيها كلها. ما هو دائما الحليب لانه بيحتوي على الكالسيوم ممكن تعوضيه باي نوع من منتجات الالبان، ما بتكون فيه مشكله. اكيد ربنا يخلي لك يا رب. اللهم امين. عشان تزي محمد شيف محمد. لا ما شاء الله شيف فنان. الله يخليك. السلام عليكم. احنا بنحاول دائما ندخل الحاجات الخضراء بالذات والاطفال برضو بيعزمونا في موضوع الجرجير الخس الحاجات دي، فانت ممكن تقدمها له مع الطبق ده بيكون لذيذ جدا، حتى لو يزيد لك قيمه غذائيه. كل الحاجات اللي ممكن الاطفال اصلا ما بحبزوها، الخضار تحديدا البسيلة، بحب الاطفال دايما بيحبوا انه يطلعوها من الاكل بعد ذلك يكون هي في الاكل سايد. بس عندي يعني مثلا اولاد حمياني يعني مثلا بيكون نحن عاملين الميني بيتزا، لا يطلع لك الجزر، ايوه يطلع لك الفلفليه بالجنبه، نحن ما بنحب كده. احب اكل الخضار الجبنة وكفايه، لو يا ريت لو كان فيها خرطه انتهينا، ياكلوا الفضه وخلي الجزر والفلفل. ده لازم في حاجه دي تقوم انتوا مع يعني مع نوع ثاني من الاصناف، ما ضروري ان تكون بيتزا، ممكن يكون خضار محشي او فطيره محشيه، انه يكون الخضار جواه لكن يكون مقطع صغير صغير عشان يكون شنو ما يحسوا بطعمه، ما يحسوا ان هم بياكلوه في مضغ الطعام، ما بيحسوا به، فده يستفيدوا منه. ان شاء الله هتجرب. طيب نيجي لاخر حاجه كده ونرجع مع حضرتك تاني. احنا كده خلصنا اللحمه، بس هو كده دخل في مرحله التسويه، وقلنا ما نخليش اللحوم دايما تستوي فتره طويله على النار لان بتفقد قيمتها الغذائيه. هنضيف مع بعض هنا شويه خيار مخلل كده بيديها طعم مميز، وبعد كده نضيف مع بعض شويه كريمه بالشكل ده، كريمه او زي ما اتفقنا ممكن تعملي دقيق ومع معلقه صويا صوص تخليهم على النار بيدوكي نفس النتيجه برضه. تمام، قلب كده مع بعض، يبقى كده اللحمه خلاص بتاعتنا بقت بيف استراجانوف جاهزه على الطريقه الروسيه، معاها المشروم والخضروات والكريمه والفلفل طبعا، الالوان اللي احنا عاملين دلوقتي كده مع بعض كده. الطبق يعتبر انتهى، طبق سهل ولذيذ جدا، بس فيه مجموعه كبيره من الخضروات واللحوم والمشروم، لكن بيبقى طبق برضو انت محضره له بيكون طبق جميل جدا معاكي. تمام، نرجع لحضرتك تاني بقى، ايه اكتر اكله زوجك واولادك بيحبوا ياكلوها من ايديك؟ حلويات ولا موالح ولا سلطات؟ والله حلويات. حلويات يعني انت بتحبي المطبخ اكتر عشان الحلويات؟ والله انا بحب اكتر حاجه الفطاير والحلويات، لكن زوجي بحب الحلويات. اكتر حاجه ماهره فيها ايه بقى في الحلويات؟ مثلا البسبوسه، انواع الكيك، تاني الفطاير. تمام كده، دي طبعا اكتر حاجات الستات بتهتم بيها. صح، الحلويات حتى لو الاكل طلع ما مظبوط بتغطيه بالحلويات بالفطاير بالحاجات دي. هي دي عمليه الخداع اللي بتعمليها يعني. هسه انا في رمضان بجهز الحلويات اول شيء قبل الاكل. قبل الاكل. طيب انت شو الاولاد مثلا عمرهم قد ايه؟ ما شاء الله ربنا يحفظهم. انا عندي ولد واحد عمره سنتين. ياسين. ياسين ما شاء الله. شهرين. ما شاء الله. ما شاء الله. انت حضرتك مشاركه في جروبات بتاعه مطابخ؟ ايوه عندي، بحيي والله جروب مطبخي ومطبخهم ياسين واحد، مطبخهم ياسين اثنين، ومطبخ كل ما لذ وطاب، وتحيه للمطبخ السودان المعاصر، وتحيه للشيف حاتم برضه، تحيه لك انت يا شيف محمد. سلامة. يعني الزول نفسه والله يصل المرحله بتاعتكم دي، لكن ان شاء الله ان شاء الله احسن. طبعا انت موهوبه اكتر في بيتك يعني. اكيد احنا ده عمل بالنسبه لنا انك انت بتبقى موهبتك اكتر لان انت موجوده في مطبخك في مملكتك انت، لكن احنا طبعا ده شغل عام، احنا بنكون فيه ظاهرين في حاجات معينه، لكن انت طبعا مشاركتك واهتمامك باسرتك واللي حواليك وجيرانك واولادك واهلك بيكون المياسين مثلا بتعمل مميزه في كده، فانت بيبقى التداول اكتر مننا احنا، احنا بس معروفين في اصناف معينه، لكن انت طبعا مشاركه اكتر. ان شاء الله. بعدين هي ما شاء الله يا شيف محمد يعني هي جات قبل سنه، يعني هسه سنه
تتعلم وتبقيت ما شاء الله تدغن الحجر، ما شاء كويس. ما شاء الله. ما شاء الله. خلص مرحلتكم دي. إن شاء الله. إن شاء الله. أحسن إن شاء الله ودائما في تقدم ونجاح. إن شاء الله. إن شاء الله. طيب في أنواع من الخضروات معينة أنت ما بتقدري مثلاً تعملي بها أصناف جديدة أو جوزك مثلاً بيحبها وأنت بتقدريش تتقنيها في حاجة معينة، نوع حاجة معينة هو بيحبها وأنت حاولت تجربيها كم مرة؟ أكيد طبعاً في مطبخك في كم حاجة كده فشلت ونجحت معاكي بسرعة. إيه أكتر حاجة قابلتك في المطبخ صعوبة؟ طيب أنا بصراحة ودي لحد الآن أنا بجربه 3 مرات، البسيم الرواني حاولته المرة الأولى من غير جوزهن فشلت. تمام. حاولت من غير دقيق بس سمولينا سادة برضو فشلت. تمام. بس يعني المرة دي أنا جيتك كده عشان تديني المقادير المضبوطة. إحنا عملناها طبعا بكذا طريقة، دي نوع بالدقيق بس ونوع معاه جوز الهند. طبعا الروانه يا جماعه لازم يخش فيها جوز الهند، بس في ناس بتعاني من جوز الهند فاحنا عملناها مره من غير جوز الهند، وعملنا برضو الروانه الاصليه. طبعا احنا بنحاول دايما نعملها بمقادير صغيره عشان تظبط معاكي، لازم تجربيها مره واثنين وثلاثه، لان ممكن تكون المقادير اللي انت شغاله بيها الكوبايه نفسها ما المعيار اللي احنا اشتغلنا بيه او ما المعيار المناسب. عشان كده دايما احنا بنقول لك اشتغلي بالكب اللي هي المعايير الرئيسيه، هي دي معيار الكوبايه المظبوطه معاكي. او لو اشتغلتي بالكوبايات حاولي تخلي الفنجال بتاع الشاي او الحاجات دي، لان دي اقرب حاجه للمعياري. تمام. تاني حاجه انت ممكن الكوبايه زي ما اتفقنا ده جزء ممكن يبوظ لك العجينه. الحاجه الثانيه التسويه في الفرن او طريقه التخمير او طريقه الحاجات ديت، دي كلها عوامل بتنجح الحاجه مع بعض. مفيش حاجه بتيجي تطلع تخش الفرن تستوي على طول، في حاجات لازم تقعد شويه، في حاجات لازم توطي عليها النار، في حاجات بتحتاج نار عاليه. عشان كده دايما احنا بنقول درجات الحراره. بتقابل مشكله كبيره جدا ست البيت ان هم الفرن ما بيبقى فيه تايمر بتاع عداد بتاع الساعه، فانت بتسويه الكيكه العاديه بتاعتك اللي انت بتعمليها العاديه خالص بتاعه الشاي سوي عليها، لان هي تسويه الكيكه دي يعتبر 180 درجه، هي دي التسويه الرئيسيه اللي احنا دايما بنعتمد عليها في انواع الكيك دي. كلها عوامل، واحنا برضو هنعمل لك الرواني بس خليها في حلقات الجايه ان شاء الله. هنعمل لك حاجات وهنشرح برضو كل التفاصيل بتاعت نجاح اي كيكه ايه. نحاول دايما احنا كل يوم على فكره بنحاول نوصل رساله صغيره، لو كل حلقه يا جماعه وصلنا فيها معلومه صغيره بتبقى جميله جدا معاك. انت بتقدري تبقى عندك كم اخر الشهر من المعلومات. يعني انا ما شاء الله بتتصل علينا سيدات هنا بتقول لي فعلا انا ابتديت قريب في المطبخ لكن بقى عندي كم معلومات وكم اطباق كبيره جدا. يعني انت لو خدت من كل حلقه احنا بنعمل فيها 3 أو 4 أصناف طبق واحد اتميزت فيه بقى عندك 30 طبق خلال الشهر، من عصاير لسلطات لشوربه للحوم لفراخ لاسماك، اصناف كتيره جدا منها الطواجن منها المشوي منها المقلي، كل الحاجات دي احنا بنحاول دايما نرسلها. فانت حضرتك بتقولي انت ابتديتي بقالك سنه؟ لا اكيد طبعا عندك 3 سنين. كم كبير طبعا 3 سنين. ما شاء الله. لا. بس انت حضرتك بتقولي خلاص بقيتي يعني في المراحل بتاع الفطاير في الحلويات الممارسه الحاجات دي كلها بتديكي جانب قوي ان انت تقف في مطبخك متملكه نفسك. صح؟ صح. الغلطه اغلطي مره واثنين وثلاثه واربعه مفيش فيها مشكله، بعدين العدره بتصلح المشي زي ما بقول اهم حاجه. والممارسه كمان الكتيره انت بتحبي مطلع. الحاجه دي بتعمليها زي ما انت بتقولي انت عملتي الرواني مثلا 3 مرات وما زبطت معاك، انت المره الجايه لما تيجي تعمليها هتحطي في بالك ان انا عاوز اظبط الرواني دي، انا عاوز اكل رواني كويس، عاوز الناس تشكر فيها. فهتبصي تلاقي نفسك مره ورا مره بتعرفي ايه الغلطات اللي انت عملتيها في المرات السابقه وبعد كده هتطلع معاكي مظبوطه. تمام. هتسهل معاك ان شاء الله. ان شاء الله يا شيخ الله يخليك. ان شاء الله. طيب كيف بالنسبه للاطباق اللي حدثنا السودانيه تسمع عصيده في المجال ده ولا ما في المجال ده؟ لا في المجال ده اكيد. العصير ده الكراسه الكسره دي يعني الشيء الوحيد اللي انا ما جربته خالص. المفروك الحاجات البلديه عموما يعني. خد ما شاء الله تبتكي. ما شاء الله تبارك. طيب كويس ماشي كويس. وجربتي بقى حاجات من اللي احنا بنعملها في النكهه خاصه ازاي بالطرق الملاحات والحاجات دي؟ احنا طبعا بناخد اللمسه دي، انا عن نفسي باخدها من حبوبات وناس يعني مضمونه في المهنه. تمام. فانت جربتي الحاجات التكات الصغيره اللي احنا بنقول عليها دايما في الملاحات والاكلات السودانيه دي ولا انت محترفه فيها؟ على قد يعني. على قد بس برضه لازم تكوني اكيد مميزه في حاجه معينه طبعا. اكيد. في طبق مميز انت مميزه فيه في الاكل السوداني؟ طيب المفروكه. المفروك احسن حاجه. ممتاز. الاطباق الجميله طبعا بس الكسره من بره. لا كراسه. الكراسه من بره. عمل الكراسه في البيت كراسه. ما شاء الله ما شاء الله. طيب انا عاوز حضرتك تيجي هنا تشرحي لاعزائنا المشاهدين السلطه بتاعتك بالراحه كده، بتعملي في بيتك ومطبخك في نكهه خاصه، عاوزين النكهه النهارده بتاعت السلطه تطلع نكهه خاصه معاكي. تمام. طيب يا شيخ دي قلنا السلطه بتاعت المناسبات بيقولوا عليها.
طيب يا شيف لو غير ثلاث صحن افضل. طيب حضرتك تحط لها هنا في الصحن ده. ايوه هنا. خلينا نقلبها قدامنا اعزائنا المشاهدين عشان ايه يعرفوا يشوفوا المكونات هنا بطريقه كويسه. طيب اشرحي لنا بقى واحده واحده انت عملتي السلطه دي كيف. طيب حاضر. تمام. طيب السلطه دي مكوناتها. طيب السلطه دي اول حاجه مكوناتها زبادي. تمام. كاسه كبيره او كاسين صغار. تمام. معلقه دقيق، فنجان حليب. تمام. سائل. كويس. يا جزر مسلوق، البطاطس مسلوقه زي اثنين بطاطستين كبار. جزرتين سلقتهم. يلا بعديها جيت قطعتهم مكعبات. تمام. يلا تاني اجل الصوص، عملت معلقه دقيق بشويه زيت. تمام. بعد ما يتحمص التمام ضفت له فنجان حليب. تمام. عشان اديني القوام بعدين تقدر تتماسك لي. ايوه جيت ضفت لها الكاسين بتاعت الزبادي. وضفت لها باقي البهارات، المليح، الثوم، شويه خل. تمام. واحلى سلطه. احلى سلطه خفيفه وحلوه جدا وسريعه. دايما بنشجع السلطات اللي بتتاخد فيها الزبادي. دي حاجه جميله جدا ما شاء الله. شكلها جميل. احنا معاكي هنا نساعدك. يعني زبادي، حليب، معلقة دقيق، وبطاطس. أيوة. مسلوقة وجزر. ايوه. تمام. حاجة سريعة. وسهلة كمان. ايوه. متناول ايد، يعني انت حضرتك قلتي بطاطسيتين وحبايتين جزر او حبة واحدة جزر. وخلاص كده طبق السلطة معاك انتهى، بس مع كاسة الزبادي الموجودة عندك في البيت الطبيعية. وأكلنا أولادنا حاجة صحية. حاجة صحية في البيت. وحاجة مفيدة. بعدين أهم حاجة كمان شفنا هي عملت كمية، بتصل الكمية اللي بتحتاج لها أفراد الأسرة. يعني ما عملت الكمية الكثيرة، كل ما تكون كمية السلطة الطبيخ اللي إحنا بنعمله يكون احتياجنا خلال اليوم بيكون أحسن، عشان يكون الأكل بالنسبة لنا فريش كل يوم نجدد، عشان ما نحسن من نعمل لنا حاجة بكميات كثيرة ونخزنها في الثلاجة ونجي نفقد القيمة الغذائية حقتها. تمام. ساعدك شوية في الديكور. أوكي. كده. طيب يوم ياسين احنا ممكن زي ما انت كنت مثلا دقيق وزبادي، احنا ممكن تكون بس الزبادي بس من غير الدقيق؟ لا عشان الدقيق القوام. القوام اهم حاجه. تمام. احنا بس دائما بنحاول نبدل، يعني احنا دائما اللي مشغلين خاصه اي بنحاول نديهم البدايل، عشان اذا كان في زول بيعاني من حاجه معينه، يعني مثلا الدقيق فوق الكميه بتاعت نشويه، عشان نقلل ناس السكر ممكن اقول لهم ياخذوا بطاطس مسلوق زي ما عارفين، برضه بطاطس مسلوق كل ما يسلق كميه النشويه بتاعته بتقل، بيكون ممكن مسموح لمرضى السكري انهم ياخذوه، ما بيكون العكس تماما، البطاطس بتكون مقليه. الحاجه الثانيه ممكن تكون بالزبادي، ممكن تاخذ لنا بتكون المعصرات البسيطه والخفيفه وما بتعمل لنا الحرقان، لانه كل ما كان كميه الخل برضه نقلل كميه الخل، الناس اللي هي بتعاني من مشاكل المعده، كل ما كان الخل كثير، كل ما كان فيها مايونيز، كل ما كان فيها كميه عاليه جدا من الملح، كلها مشاكل ممكن تضرنا، بتعملنا كميه بتاعت حرقان ما بتتحضر لنا بصوره سريعه. تسلم ايدك يا ام ياسين. الله يخليك يا شيخ. ما شاء الله شلطه جميله ولمسه سودانيه جميله برضو، لعبت برضو بالالوان يا دكتوره زي ما اتفقنا. الزيتون حاجه جميله جدا في الطبق، حطت الجزر طبعا مبشور برضو. اي شكل انت طبعا بتحبي تعملي بيه، خيار، جزر، اي نوع من الخضرات بتجملي بيه الطبق بتاعك. اكيد. اهم حاجه الزينه صح؟ اسي بتزيني في البيت؟ متفقه معايا في الموضوع ده صراحه. ايوه كده. ويا ريت لو شويه حبه كمون كده من فوق. يا سلام. حاضر. كده؟ ايوه. شيك عليها؟ ايوه. حاجة بسيطة وحاجة ما مكلفة. صراحة هي بسيطة فعلا زي ما انت كنت، وهم شيء انك انت من نفس النوع بتاع الخضار الموجود لنا في السلطة زينت لنا بيه، عشان تدينا كمية بتاعت الوان وكمية بتاعت فيتامينات زيادة. تسلم ايدك يا ام ياسين، طبق جميل جدا ومميز ما شاء الله عليكي. وحاجة سهلة طبعا، نتمنى ابو ياسين دلوقتي يكون قاعد شايف طبق السلطة ده عشان لما تروحي تعملي له طوالي دلوقتي. اوكي. ان شاء الله. طيب احنا عندنا كمان قلت لنا شاطره في الحلويات، وهتعمل لنا كيكه النهارده ظريفه جدا، هي كيكه الكراميل صح؟ ايوه. طيب احنا نستاذنك برضه عشان اعزائنا المشاهدين يعرفوا الطريقه الجميله والمكونات الحلوه اللي انت بتعمليها، هنشوف مع بعض المكونات ونرجع نعملها مع ام ياسين مع بعض.
رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، شفنا مكونات كيكه الكراميل وحنشوف طريقه العمل بتاع مع ام ياسين. اتمنى انكم تكونوا متابعين لنا. تفضلي ام ياسين. هتعملي ايه الاول ام ياسين؟ طيب اول حاجه هعمل كيكه كراميل. انا بعدين شفناها. تمام. نجيب لك المقادير هنا افضل؟ افضل. طيب اشرحها لهم كده واحده واحده لاعزائنا المشاهدين عشان يشوفوا الكيكه دي ان شاء الله يطبقوها وتبقى ناجحه معاكي. كده بعدين انا هعملها في النار يا شيف. تمام. طيب بتبتدي الطريقه ازاي يا ياسين؟ دي كده المكونات بالظبط، شايفك حاطه كوبايه ونص دقيق، كوبايه سكر، ايوه، معلقه بيكنج باودر، معلقه بيكنج كاكاو، ونص كوبايه زيت، واثنين قشطه، صح؟ اثنين قشطه، ايوه، ومعانا كوبايه حليب. حليب بودر. لكم بودر. تمام. الطريقه اللي انت بتعمليها طبعا كل زول وليه طريقه معينه او تكنيك معين. لو نكهته الخاصه بقى. احنا عاوزين نعيش النهارده الكيكه دي مع نكهتك الخاصه انت. ايوه. عاوزه تعملي ازاي؟ ورينا واحنا بساعدك معاكي ان شاء الله. طيب يا شيف، اول حاجه دي المقادير زي ما انتم شايفينها. تمام. عاوزه نار؟ ايوه. فيها البيض برضو صح؟ ايوه. حاجه دي كده بتحبي تحمصي يعني الدقيق. أيوة. الاول. تمام. دي طيب الاول لبن بودره. تمام. على النار من غير اي حاجه. على من غير اي حاجه. تمام. يعني حطينا مع بعض كوبايه الحليب البودره. كوبايه الحليب نحمصها الاول في النار. نحمصها شويه كده زي دقيقتين. تمام. واجي بعدين اضيف لها كوبايه ونص دقيق. كوبايه ونص دقيق. تمام. برضه هتحمصيهم مع كلهم ميكس مع بعض. ايوه. تمام. يبقى كده كوبايه حليب بودره وكوبايه ونص دقيق. ايوه. بنسخنهم على النار تحميصه كده خفيفه. يتحمصوا لحد ما يكون لونه بني. تمام. مايل للكاكاو. تمام. دي انواع الكيك، الكيكه دي اللي علمت لها من يوم ياسين. طيب الكيكه والله علمتني لاختي الله يديها الصحة والعافية، هي ربنا يديها الصحة ما شاء الله، يعني هي خبرة في الحلويات. احنا كمان بنحييها من هنا، نقول لها ربنا يديك الصحة والعافية. ربنا يخليها لي. أهم شيء أنت غلطتيها بعدين بديت أظبطيها أكثر منها ولا؟ أكيد بنافسة. بقت كمان بتعمل لنا تعليم دلوقتي. تعليم. طيب انت بتفضلي تحمصيهم لحد ما تحس ان هم سخنوا ولونهم يغير. ايوه. تمام. وبعدين النكهه تعطي في التحميصه دي. يعني الفكره كلها ان النكهه نفسها مع الكراميل بتبقى. أيوة. الحاجه دي طالعه في الكيكه جميله يعني. ايوه. تمام. شايف اللون بيك كيف؟ بدا يغمى. تمام. واهم شيء بالاطراف عشان ما تمسك ليا. تمام. حاول دايما ان احنا في الحاجات اللي بنستعمل فيها الدقيق بالذات على النار بنستعمل معلقه خشب عشان تبقى سهله معاك يا دكتوره، لان طبعا الحاجات الثانيه ممكن تحرك لي الحله او تغير في حتت لازقه في الحله، فالافضل معالق الخشب لان هي فيها التدوير او بتساعدك بسرعه في عمليه التحميص. تمام. طيب. تمام. بعد كده؟ بعد كده هاجي اضيف الزيت. تمام. واغديه بالليبه شويه كده. ضفنا نص كوباية زيت. أيوة. مع كوباية ونص دقيق والحليب كوباية وخليناها تتقلب على النار. أيوة. نحمص الأول اللبق الحليب مع الدقيق نخليه يطلع اللون غامق شوية. بعد كده ننزل بالزيت نص كوباية، وبعد كده شايفك حطيتي برضو كوباية سكر. كوباية سكر. تمام. أيوة. احنا في الكيكة دي بنعتمد على المطرب يعني. ايوه. طبعا احنا دايما بنكون مبسوطين ان اي ست سودانيه بتقدر تعمل حاجه وتقف قدام شاشه، غير ما طبعا ما بتكون طبعا واخده راحتها في بيتها. تمام. فبتبقى صعبه عليكي شويه، لكن احنا مشاركينك برضو، احنا عاوزين الحاجه النهارده كلها بنكهه خاصه. يلا شوف الحليب. هتحط الحليب؟ ايوه. كوبايتين ولا كوبايتين؟ كوبايتين حليب. تمام. كده قلبناهم مع بعض. تمام.
بالنسبه يعني كميه النار بس حد ما يتحمص لنا بعد ذاك لحد ما يتحمص بعد ذاك ما بيكون محتاج للنار ثاني كده كوبايتين الحليب ايوه حطهم عليهم برضو ايوه تمام طيب كده كمان محتاجه خلاط يا ام ياسين تقلبيها كده على طول سكر الحليب الطريقه صراحه جميله جدا بالزيت كله بيتعمل على النار ايوه تمام كده هرجعت عن النار تمام كده عشان تحاول بس حبه التمسك ليا تدوب المكونات كلها مع الحليب دلوقتي اللي احنا حطيناه وهي شبه نضجيطه يعني ما بتاخد في الفرن غير 13 دقيقه هو فعلا لان انت حمصت الدقيق وحمصت الحليب والحليب نفسه البودره كمان ده مع الحليب العادي وبعد كده بقى اضفنا السكر كلها فعلا حاجات مستويه يعني ما بتاخدش وقت كتير في الفرن طيب يا شيف انا هرجع المضرب عشان المضرب ايوه تمام هناخد المكونات دي كلها هنا ايوه تمام استساعدك طيب احنا كده حمصنا الدقيق والحليب وحطينا السكر ونص كوبايه زيت وضفنا عليها الحليب كوبايتين فريش تمام كوبايتين وكده بقت المكونات خلاص جاهزه كده دي المكونات هنخلطها شويه ايوه تمام في 3 دقائق او اذا ما في بضرب بالخلاط العادي على قد بالخلاط العادي تمام او مضرب سلك باليد عادي ممكن تتعمل تمام نخلطها كده ايوه نخليها تبرد شويه يعني ايوه ما طبعا عشان تضمني ان مفيش تحريف للدقيق ولا اللبن ولا كله يبقى كله مضروب كويس بس اهم حاجه والفكره الاساسيه ان هي لونها هيجمع على النار وتستوي على النار البيت البيت بعد كده فيهم اثنين قطع بيض بنضمهم عليها عشان ما دكتورة حتى التحميصه بتاعت الدقيق والحليب ظاهره فيها ايوه نخلط معاهم قطعتين بيض نخلطها كده شوية نضيف بعد كده البيكنج باودر تمام نضيف البيكنج باودر ماشي طيب حط تمام معلقة بيكنج باودر كبيرة ايوه والكاكاو تحطيه ولا بعدين؟ لا بعدين تمام نخلط كده كده خلاص المكان كده الكيكة صح؟ ايوه نجيب بقى الصينية بتاعتنا تمام بقى شكلها كده يا مويسين كريمي بالشكل ده نحطها في صينيه من غير ما ندهنها اي حاجه صح؟ ايوه تمام صراحه حتى لونه ونكهه يعني الريحه بتاعتي جميله جدا هي فعلا التحميصه يا دكتوره بتديها نكهه جميله جدا النهارده هناكلها بنكهه ام ياسين طبعا ما شاء الله عليكي بيكون باودر طبعا هيديها شويه ارتفاع بسيطه هتطلع معاكي كيكه ان شاء الله جميله جدا تحبي تعملي لها شغل تاني ولا ندخلها الفرن على كده؟ هندخلها الفرن كده خلاص؟ ايوه بعد ما بتستوي في الفرن طبعا بتبتدي تعملي لها التشكيله بتاعت ايوه نسكافيه قشطه والنسكافيه نسكافيه وقشطه مع بعض والكراميل والكراميل تمام احنا هندخلها دلوقتي مع بعض على درجه حراره 180 درجه هنسيب الكيكه تستوي وهنكمل مع ام ياسين تاني كيكه الكراميل بس خلونا نستاذن حضراتكم نطلع مع بعض فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه انتظرونا
رجعنا لكم ثاني اعزائي المشاهدين، مشينا خاصة جينا وما زلنا لسه في كريمة الكراميل، بس جينا في طريق تزينة مع ام ياسين. تفضلي ام ياسين. ياسين احنا عملنا مع بعض الكيكة وشرحناها، قلنا كوباية ونص دقيق معاهم كوباية حليب بنسخنهم على النار. أيوة. بعد كده بنحط مع بعض نص كوباية زيت، كوباية سكر، ونسخن الحاجات دي كلها لحد ما تحس ان هي خلاص استوت شوية. ننزل معاها بكوبايتين حليب. ايوه. وبعد كده نطلعهم نخلطهم شوية في الخلاط. أيوة. او باليد بالمضرب السلك عادي ونخلط معاهم. او بالخلاط العادي. بالخلاط العادي. تمام. وبعد كده نضيف معاهم قطعتين بيض. معلقة باكنج باودر. معلقة باكنج باودر. أيوة. وده كده ندخلها الفرن على درجة حرارة 180. ايوه 13 طيب. دقيقة بالضبط تكون الكيكة بتكون طالعة. بتكون طالعة. طيب نيجي بقى للتوبنج او الفوق اللي انت الصوص اللي انت بتعمليه على الوش فوق. طيب الصوص ده ظرفين كريم كراميل، البودرة حاجة حضيف ليها علبتين قشطة. تمام. عشان تديني الوش او الصوص ال... والله يعني الكيكة ده دسمة بالطبنج بتاع اللي انت عملتي لنا، حتى يعني من الناحية الغذائية بتاعتها فيها كمية عالية بتاعة بروتين، فيها سعرات حرارية بالإضافة لكمية السكر اللي احنا بنستخدمينه، عشان كده دايما بنقول للناس اللي هم بيعانوا من مرض السكري احنا ممكن نستخدم الكيكة دي لكن من غير الطبنج بتاعها، نكون قللنا الكمية بتاعة السكر. للناس اللي هي عاملة دايت حابة تنزل وزنها برضه نقول لها دايما انواع الكيكة اللي بيكون السعرات الحرارية بتاعته عالية جدا. بالنسبة للأطفال، أطفال المدارس بما ان احنا نزلنا المدرسة، لأنواع الكيكة الجميل جدا بنكون استفدنا بيناهم سعرات حرارية اللي هي الكمية المحتاجة انها تزيد لهم كمية بتاعة التركيز، ممكن نزيد كمية بتاع الجهاز الهضمي ولا مكسرات ولا فول سوداني عشان تزيد لنا كمية بتاعة الأوميجا 3 وتساعدهم في عملية التركيز والذكاء. طيب كده ده الصوص بقى جاهز. يعني احنا خدنا البودر بتاع الكريم نفسه اللي موجود في الكريم كراميل، البودر اللي احنا بنعمله معاه كوب علبتين قشطة. تمام. نقلبهم كويس جدا مع بعض. ده الصوص اللي انت بتعمليه على الوش بعد الكيكه لما تطلع. ايوه. وبعدين عشان جاني اللون البني ده حكم شنو حقسم شويه من الصوص، حضيف له شويه نسكافيه يعني طعم رهيب. تمام. ممكن يكون نسكافيه ممكن يكون كاكاو. هو طبعا الدكتوره بتختلف شويه لان الكاكاو يديها طعم مختلف، هي عاوزه طعم القهوه اكتر يظهر، اللي هو دايما احنا بنقول الكراميل بيكون حاجات طعمها محروق شويه، فالاقرب حاجه ليها الكراميل اللي انت بتعمليه على النار اللي هو السكر مع شويه ميه صغيرين زي ما احنا اتفقنا تخلي الصوص كراميل، واحنا ممكن نزين بيه بعدين كمان او فعلا نحط نسكافيه. ممكن على فكره ترشيه وممكن تعمليه مع الصوص. ايوه. يعني ممكن تشتغليه كمان في التزيين نفسه. تمام. يلا كده كده تمام، ده الصوص كده جاهز. ظبط. بعد كده بتعمليها بتبقى معاكي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. أيوة. ده طبعا ممكن نعمله برده لما الكيكه تطلع مع بعض في الفرن. تمام. هناخد مع بعض هنا الصوص ده كده الكيكه بعد ما تاخد التوبنج يا دكتوره بنديها الطبقه زي ما احنا شايفين كده. لو شفنا مع بعض دي الطبقه اللي احنا عملناها دلوقتي مع بعض كده اللي هي الكريم كراميل، بنعمل مع شويه قشطه وتقلبي كويس على النار وتعمليها كده بالشكل ده. أيوة. تمام. بعد كده ممكن تضيفي بقى في التزيين نفسه نعمل شويه كراميل زي ما شفنا مع بعض كده، او تحطي شويه نسكافيه يعني ممكن تزينيها كده. صح. طيب يا شيفي انت عامل هنا الكراميل وانا بجي هعمل نسكافيه. خلاص تمام اتفضلي. يعني ممكن نرشه وممكن نحطه مع الكريم نفسه. ممكن ممكن. تمام. اهم حاجه انه حتى الطبنج لونه غريب يعني من حاجه بسيطه ممكن، وكل الكيكه من بدايه لحد نهايه ما بنحتاج لمضرب كهربائي، حتى ستات البيوت هم ما بيحتوي على المضرب الكهربائي، من نوع الكيكه ممكن تكون سهله لهم بسيطه اذا هم قالوا عايزين نمشي نكسر مضرب ونعمل، من الحاجات المفيده جدا ممكن تتعامل للاطفال وفي ما بتاخذ منها زمن كثير. ايوه. بعدين سريع على سريع حسب ما بتاخذ وقت. ما شاء الله تسلم ايديكي. الافكار جميله جدا. ام ياسين طبعا اديتنا فكره النهارده مع الكراميل اللي ممكن تزيني بيه، تزيني بالنسكافيه وهو حب كده او القهوه. تمام. وممكن نعمل بالنسكافيه او القهوه دي مع الكريم نفسه اللي احنا هنعمل بيه التوبنج بتاع الكيكه. أيوة. ممكن تزيني بكذا شكل طبعا، ممكن جوز هند، ممكن مكسرات. ايوه تمام زي ما ذكرت يا شيخ. تسلم ايدك. نكهه فعلا جميله جدا، حتى الكيكه فكرتها جميله ان انت تحمصي الحاجه على النار ما بتاخدش معاكي وقت، لان طبعا بتخش كده في مرحله التسويه وريحه الدقيق وطعم السكر واللبن والحاجات دي كلها بتغير طعمها. والاضافه دكتوره الكراميل نفسه ان احنا بنحب الطعم دايما اللي بيكون فيه حاجات محروقه شويه زي ما احنا بنقول، فاقرب حاجه ليها هي القهوه، واحنا طبعا من عشاق القهوه هنا في السودان، او نعمل الكراميل. دي كيكه طبعا جميله جدا كان بنكهه ام ياسين، ونكهه سريعه جدا زي ما قالت الكيكه بتاخد معاكي 13 دقيقه،
في النار وبعد كده تطلع معاكي بالصوص تعمليها بالشكل ده. وبعد كده نعمل مع بعض النسكافيه والكراميلو تزينيها وتبقى حاجه برده سريعه جدا معاكي ان انت بتعمليها في وقت بسيط وبمكونات بسيطه جدا. تالي ما مكلفه جدا يا دكتوره، قطعتين بيض، كوبايه ونص دقيق، كوبايه سكر، كوبايه حليب بودره، معلقه بيكنج باودر، والافكار كلها اللي انت بتعمليها بيها ان انت كلها بتسويها على النار تخلطيها حتى باليد بالخلاط العادي، تضيفي عليها قطعتين بيض ومعلقه بيكنج باودر في النهايه وتدخليها الفرن، تاخد 13 دقيقة او 15 دقيقة على حسب ما ام ياسين قالت. وبعد كده نعمل مع بعض الصوص لما يطلع عليها اللي هو عبارة عن ظرفين كراميل، علبتين قشطة، هضربهم مع بعض، حاجة اقسم الصوص بجهة هضيف له شوية معلقة نسكافيه عشان ادي للطعم تمام، عشان ادي للطعم الجميل ده خليته شايفين. الله يخليك ان شاء الله. تسلم ايديك يا ام ياسين، ما شاء الله حاجة جميلة جدا وكيكة سريعة وفكرة جميلة جدا عجبتني بصراحة بتاعت ان انت تسويها على النار قبل ما تخلطيها. أيوة. تمام، بتساعدك وبتغير لك طعم الكيكه نفسها لان التحميصه بتاعت الدي نفسها دكتوره بتدي نكهه حلوه جدا. صح. تمام، عندنا كمان ام ياسين النهارده انت عامل لنا صينيه رز بالدجاج، تشرح لنا كده بسرعه المكونات بتاعتها او الطريقه واحنا نجيبها لحضرتك هنا. تمام، طيب يا ام ياسين احنا طبعا النهارده بس عشان وقت الحلقه وانت ما شاء الله شاركتي معانا بصنفين، يعني دي صينيه الرز بالدجاج، احنا طبعا حلقه ثانيه ان شاء الله هنطبقها مع بعض، بس هناخد الطريقه منك دلوقتي تشرحي لنا ازاي انت عملتيها وان شاء الله نطبقها لاعزائنا المشاهدين بطريقه عمليه هتكون افضل، بس انت تقولي لنا بالراحه كده زي ما انت بتعمليها بالظبط في البيت تقوليها لاعزائنا المشاهدين عشان نطبقوها معانا. طيب صينيه الرز كالاتي، يعني حاجه جديده وقبل كده يعني نادر ما زول يعملها بصراحة، يعني ما زي المكرونة بالبشاميل، حاجة جديدة. طيب أولا حاجة رز بسمتي، تمام، فيها أنواع من الجبن، جبنة مثلثات، جبنة بوك، علبة قشطة، ده كالصوص الخارجي اللي انتو شايفينه. تمام، فيها تاني فراخ الصدور بتاعت الجداد دي انا بقوم شنو بسلقها وبجيبها فتفته يعني زي طريقه الشاورما، بيكون فيها فلفليه وجزر والشوربه بتاعت الفراخ، بعدين انا بستفيد منها بجيب اعمل باروز عشان شنو يكون لي طاعم. تمام تمام، اجي بعد اضافات عندي دايره تضيفي لها بطاطس، يعني لو لاحظتوا الطبقه دي فيها بطاطس محمره عشان وقت تدخليها الفرن وتجي تقسميها تجيك حاره ومضبوطه. طيب ممكن تعملي فيها شمال شويه طماطم، تشكيله بتاعت خضروات واللحوم والرز بتعمليها كلها على النار، تبدعي فيها اللي انت يعني مثلا الحاجه المتوفره عندك. تمام تمام، سهله وبسيطه وان شاء الله هنطبقها معاكي بطريقتك انت بطريقه ام ياسين ان شاء الله. دي هتكون صينيه الرز مع الدجاج بالشكل ده، وتدخليها طبعا الفرن يا ام ياسين تستوي بتبقى بالشكل ده كده، بتقطعيها زي المكرونه البشاميل. ايوه تمام. طيب احنا كمان يا دكتوره النهارده عندنا عصير البرتقال مع الجزر، هنشوف مع بعض المكونات كده بسرعه ونرجع مع بعض مره ثانيه. ورجعنا مع بعض مرة تانية وعملنا دلوقتي اللحمة كمان الدكتورة استوت خلاص، وزي ما شايفينها بتشكيلة الخضروات بتاعتها والصوص بيكون شكله كده خفيف معاها، ويرشلها شوية كزبرة أو بقدونس أو تعمل لها خيار مخلل كده بسيط، ويبقى كده طبق الاستراجانوف معانا جاهز. نعمل لها كده قطع من الخيار، أكلة جميلة جميلة جدا ان شاء الله. الله مش هي ان شاء الله تعمليها لابو ياسين ان شاء الله يتبسط ورسلها لي ان شاء الله. ده كده طبق الاستراجانوف، وزي ما شفنا احنا قلنا مع بعض هنقدم عصير الجزر بالبرتقال،
قلنا هنعمل عصير برتقال طبعا نخلطه ام ياسين ومعاه جزر مسلوق. أيوة. وهنعمل كمان شويه ماء ورد صغيرين وشويه سكر او عسل زي ما احنا محتاجين على حسب الرغبه، ونضيف معاهم شويه سكر والثلج حسب الرغبه. تمام تمام، نخلطهم كده مع بعض. عامله العصير الجميل جدا من القيمه الغذائيه بتاعت عاليه. انا غايته بصراحه ما هتجربته. فالجزر طبعا بيعمل لنا عصير مميز، ويكون قطع صغيره كده فيه بيحبوا الاطفال، يعني تضحك عليهم ممكن تقول لهم عصير مانجا مثلا. صح؟ صح. طيب هنعمل مع بعض العصير كده، وكده انتهينا مع بعض مع ام ياسين. عملنا كيكه الكراميل، وعملنا طبق الاستراجانوف، السلطه الروسيه. أيوة. وعملنا كمان السلطه البيضاء. صح؟ وعملنا الكراميل. اتفضلي يا فندم. طبعا بالنسبه للقيمه الغذائيه يا ام ياسين للعصير زي ما انت قلتي ما حصل قد كده جربتيه. القيمه الغذائيه بتاعته عاليه زي ما عارفين. البرتقال بيحتوي نسبه عاليه جدا من فيتامين سي، ثاني الجزر بيحتوي على بيتا كاروتين وفيتامين اي، وبيحتوي نسبه عاليه جدا من الالياف، مفيد جدا لتجديد الخلايا، لنضاره البشره، مفيد جدا برضه للناس اللي هي بتعاني من مشاكل الشعر، الناس اللي بتعاني من مشاكل ان هي عسي جده الخلايا بتاعتها يوم طويل. من العصائر المفيده جدا الناس اللي بتعاني من الجهاز المناعي بتاعها قليل جدا برضه من العصائر المفيده ليها. شديد بتمنى ان كل ست بيتنا تكون مجهزه العصير للاطفال بعد ما يرجع من المدارس زي ما بنقول، تكون العصائر الطبيعيه عشان تكون مفيده لهم. استمتعنا معاك النهارده ام ياسين بنكهتنا الخاصه، وكنت فعلا نكهتنا الخاصه النهارده والحاجات الجميله اللي انت قلتها لنا والطريقه الجديده لكيكه الكراميل. واستمتعنا ان شاء الله ان انت ام سودانيه كمان قدمت لنا بحاجه بيتي، وابو ياسين استمتع معانا النهارده وتروحي تعملي له برده كيكه دي تاني. اكيد والله ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله تكون اطباق النهارده مميزه بالنسبه لك، خدتي فكره جديده، وهنعمل لك برده ان شاء الله كيكه الرواني الايام اللي جايه ان شاء الله. كنت فعلا نكهتنا الخاصه واستمتعنا كتير معاك النهارده، نتمنى ان شاء الله تكوني انبسطتي معانا في حلقتنا الخاصه. والله اتبسطت شديد كونه ان انا هنا معاكم في البرنامج، والله ده لي شرف. الله يخليكم. تسلم. جد كنت نكهتنا الخاصه ليلى وكان اطباق جميل، وتسلم ايدك. الله يخليك يا دكتورة. من هنا بحيي والله المشاهدين ويظل بيتابعني بيتابعني انا شخصيا ام ياسين ويتابع الشيف محمد. والله الليلة انا سعيدة وحاجات بسيطة يعني الزوج قدر يتفنن ان شاء الله. تسلم يا ام ياسين، وفعلا كانت ام ياسين النهارده نكهتنا الخاصة، وزي ما تعودنا في نهاية كل حلقة بنقول لحضراتكم في امان الله. الله يخليك. تسلم.